بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم. أعزائي التلاميذ، نلتقي مرة أخرى في تقنية من تقنيات مادة الرياضيات، وموعدنا الآن مع تقنية حساب مسافة نقطة عن مستوى. إذن نقرأ التقنية معا. تحديد مسافة نقطة عن مستوى: نعتبر المستوى المعرف بمعادلته الديكارتية AX زائد BY زائد CZ زائد D تساوي صفر، مع A إحداثيتها ألفا بيتا جاما، نقطة من الفضاء E المنسوب إلى معلم متعامد ممنضم OEGK. مسافة النقطة A على المستوى P هي، نرمز لها بالرمز D، la distance qui sépare A à P، la distance entre le point A et le plan P. D A P تساوي A alpha زائد B beta زائد C gamma زائد D، قيمة مطلقة على جذر مربع A أسي 2 زائد B أسي 2 زائد C أسي 2. إذن A B و C هم معاملات X Y Z على التوالي، وهنا ألفا بيتا جاما هم إحداثيات النقطة A. نمر إلى التطبيقات. تطبيقات: أول تطبيق، ليكن P المستوى P و 4X زائد 2Y زائد Z زائد 1 تساوي 0، و A لتكون هي النقطة ذات الإحداثيات 1 2 3. لنحسب المسافة ما بين A و P، لدينا المسافة ما بين A و P تساوي القيمة المطلقة ل، لماذا سنفعل؟ سنعوض إحداثيات النقطة A في المعادلة الديكارتية ل بي، نعوض إحداثيات النقطة A في المعادلة الديكارتية للمستوى بي ونحده بالقيمة المطلقة. إذن لدينا 4 في 1، 4 هم المعاملات، لونت المعاملات بالأخضر إلا 3، المعامل هو 1. 4 في 1 زائد 2 في 2 زائد 2 في 2 زائد 3 زد هي 3 زائد 1، المجموع هو 12. إن حصلنا على عدد سالب بالداخل، لا تنسى على أن هنالك قيمة مطلقة، أي أن الإجابة يجب أن تكون موجبة دائما، دائما الإجابة يجب أن تكون موجبة على جذر مربع معاملات التي هي 4 2 1. إذن 4 أس 2 زائد 2 أس 2 زائد 1 أس 2، النتيجة كانت هي 12 على جذر 21. المثال الثاني، ليكن Q، إذن مستوى آخر، مار من نقطتين B 1 3 0 و V متجهة منضمية عليه، ونريد أن نحسب المسافة ما بين A وما بين Q. إذن أولا لكي نستعمل هذه التقنية يجب علينا تحديد معادلة ديكارتية للمستوى، يجب تحديد معادلة ديكارتية للمستوى. كيف ذلك؟ بما أن هذه المتجهة هي متجهة منضمية، إذن المتجهة V هي متجهة منضمية، V إحداثياتها هي 1 1 3، بما أنها منضمية ستكون كتابة المعادلة الديكارتية لكي على الشكل التالي: x في 1 هي x، y في 1 هي y زائد y زائد 3 في z زائد ثابتة d تساوي 0. يبقى علينا أن نحدد الثابتة d. إذن كيف ذلك؟ السبيل إلى ذلك بتعويض إحداثيات النقطة b، بما أنه يمر من النقطة b، إذن نعوض إحداثيات النقطة b التي هي 1 3 0. 1 3 0 تعطينا أن D يساوي ناقص 4، إذا نعوض D بناقص 4. ومنه نعود لتطبيق تقنيتنا
لهذه الحصة. إذن المسافة ما بين أ و كي تساوي، نعوض إحداثيات النقطة أ في المعادلة الديكارتية لكي ونحدها بالقيمة المطلقة. ماذا تعطينا؟ 2 زائد 2 زائد 3 في 4 ناقص 4. إذن الذي لون بالأحمر 2 2 4 الملونة بالأحمر هي إحداثيات النقطة أ، والتي بالأزرق هي معاملة إكس إيكغيك زد على التوالي، أو هي إحداثيات المتجهة المنظمية. نجد في الختام أن النتيجة هي 12 على جذر 11. بالتوفيق، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.